بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي الطلبة، في هذه المحاضرة إن شاء الله سنتطرق إلى الشق العملي والتدريب العملي للدبل لينكد ليست، ألا وهو القوائم المزدوجة المترابطة. في هذا الدرس إن شاء الله باستخدام جافا سنتعرف على عملية الإضافة والبناء إلى الدبل لينكد ليست، وعملية الحذف، ايضا سنتطرق الى عمليه البحث، وايضا الى عمليه الطباعه وكيفيه تركيب البرامج الخاصه بالقوائم المترابطه المزدوجه. فلنبدا على بركه الله. اول شيء نقوم بتشغيل نت بينز، وهو محرر اكواد للجافا. فايل نيو جافا ود انت بروجكت نيكست، نسمي هذا الابلكيشن دبلي او دب دي دي ال او دبلي لينك ليست. فاصبح لدينا كلاس اسمه دبلي لينكد ليست. نقوم بحذف هذه الكومنت، يصبح البرنامج جاهز كتمبلي. بعد ذلك ان شاء الله سوف نقوم ببناء الكلاس الخاص بنا لتعريف النود في الدبلي لينكد ليست. وهذا الكلاس نبدأ به كالتالي: public public class node. وداخل هذا الكلاس نحتاج إلى تعريف two pointer، مؤشرين. المؤشر الأول هو عبارة عن نود من نوع previous من نوع نود، وأيضا نحتاج إلى النكست من نوع نود، ونحتاج إلى الداتا التي سوف نقوم بالتعامل معها. ننشئ constructor code create أو insert code constructor لمين؟ للنود، للانتجر بالشكل هذا. جنريت، فايه صار عندي انا كونستراكتور جاهز هاي. طبعا احنا بنوضعه ايه بالاسفل هنا. الكونستراكتور زي ما احنا شايفين بياخذ الداتا ببني نود. في البدايه سوف نقوم بتعريف اللي هو الهيد والنكست او الهيد والتيل للسلسله. فبنعرف احنا ممكن نسميهم نود. في عندي هيد إلها، في عندي نود تير بالشكل هذا. ممكن نعرف متغير ثالث نسمي انتجر لينك. لينك هذا يحدد طول المصفوفة. طبعا احنا بداية هذا بيكون له قيمة نال، ممكن عن طريق الكونستراكتور نديهم نال، لكن احنا ممكن نديهم من هنا نال وندي هذا يساوي صفر كبداية القائمة. اذا عرفنا قائمة بداخلها هيد وتيل اللي هم المؤشرين اللي بيأشروا على العقدة. طبعا هذا بنكون نوع برايفت ستاتيك عشان نقدر نستدعيه في المين، وهذا بنحطه برايفت على مستوى الكلاس هذا برايفت ستاتيك، وأيضا هذا برايفت ستاتيك. الآن أصبح لدينا الأمور إن شاء الله جاهزة. في البداية بدي أنا أبدأ أفحص هل النود هذه فارغة أو يوجد فيها بيانات. كيف بنعمل إنه هذه فارغة؟ بنعرف أول إشي اللينك تبعها، نجيب public integer link. إيش بترجع لللينك هذه؟ بترجع لي زي ما كنا نستخدم في الأوبجكت أورينتد جيت، فبتعمل ريتيرن لللينك
تبع مين؟ تبع القائمة. واللينك هذا عبارة عن متغير احنا حنستخدم، تمام؟ إذا أصبح عندنا لدينا أول ميثود، هذه نكتب عليها كومنتس ريتيرن لينك اوف ليست، بترجع ايش؟ طول الليست. نعمل حاجة ثانية زي ما شفنا في السلايد، إنه في عندي حاجة اسمها از امتي، فنعمل الكلام هذا. فعندي دالة از امتي حترجع ايش؟ ليست، حتفحص اذا كان الاز امتي بيجن اند. ايش حتسوي؟ ايش الريتيرن تبعها؟ الريتيرن تبعها نوعه يا اما ترو يا اما فورس، اذا بوليان از امتي ريتيرن، تفحص اللينك بيساوي زيرو. ايش يعني اللينك بيساوي زيرو؟ ايش يعني اللينك بيساوي زيرو؟ اللينك بيساوي زيرو، بتروح سكان شافت القيمه تبعت اللينك اللي موجود هنا، سكان سوى زيرو، يعني ما فيش ولا عنصر عندي. هذا ايش معناه؟ هذا معناه انه هو بقارن اللينك هل يساوي زيرو. سكان اللينك يساوي زيرو بترجع ترو، سكان بيساوي زيرو ايش بترجع؟ فورس. اذا انت قيمه الداله هذه يا اما ترو يا اما فورس. الان نبدا في عمليه انشاء لهذه القائمه. كيف بننشئ هاينا؟ بناخذ اول شيء دبل لينكد ليست. ايش نوعها؟ من نفس نوع الكلاس هذا دبل لينكد ليست، ناخذ منه انستنس كوبي حطه هنا. ايش بيساوي هذا؟ نيو دبل لينكد ليست كونستراكتور بالشكل هذا. كوبي عشان انا ما اخذش الباكج بالشكل هذا، لانه اخذ قيمه الباكج كانت هذه دي كابيتال وهذه دي سمول، تمام. لو حطينا دي الان دوت لقى عندك ايش؟ از امتي واز كذا ولينك. الان احنا شغالين بشكل جيد. نعمل عمليه الاضافه، كيف نضيف في قلب الداله هذه؟ انسيرت ايش معنى هذا؟ انسيرت معناها اضافه في الدبل لينكد ليست في الهيد. كيف بنضيف في الهيد؟ نبدا واحده واحده. انسيرت ات هيد ايش بدها تاخذ عندي؟ بدها تاخذ عندي الداتا ولها بيجن وان. ايش بتترجع هذه؟ ما حترجع شيء، فانا بحطها بابليك عشان اقدر اوصلها وما حترجع اي حاجه، تمام؟ اول شيء قلنا بنعرف نود جديده، دائما زي هيك نيو نود نود نيو نود نيو نيو نود لمين؟ للداتا اللي عندي. أصبح عندي نيو نود بالداتا اللي انبعثت لها، يعني أنا لو حطيت انسيرت اتهد العشرة حتيجي العشرة هنا والعشرة بتيجي هنا وبتروح وين؟ للكونستراكتور هذا اللي موجود عندي للنود، هي حتاخذ العشرة وبقول ديز داتا 10 وهذول اوتوماتيك حينحطوا ايش؟ نال، تمام؟ بدنا نفحص اف از امتي، هل هي امتي؟ لو كان عندي امتي يعني رجعت ترو، فقلنا انه فيش عندي ولا حاجه ولا شيء، وعندي الهيد والتيل باشروا على نار، فانا مفروض زي ما كنت في السلايد اقول بنخلي التيل يساوي نيو نود. بس غير هيك بدنا نشتغل شيء ثاني، انه في عندي داخلها اللي هو ايه في قيم. ايش بدي اعمل؟ بخلي الهيد دوت بريفيوس بيساوي مين؟ لنيو نود. وبعد ما اخلص
إذا رجع الهيد مكانه على أساس إنه يؤشر النيو نود دوت إيش؟ دوت نيكست بتساوي الهيد، خليها تأشر عليه، والهيد هو صار بيأشر على النيو نود. عشان اتاكد انه نضاف عندي فبحط ايش؟ ازود على اللينك، بقول لينك اللي موجود عندي بساوي اللينك ده زاد او ايه؟ زائد زائد، زود على قيمته 1. نحط ونعمل عمليه اضافه ونشوف الكلام هذا بيتم بشكل صحيح ولا لا. اذا اضفنا لينكد ليست اللي موجوده عندي هنا دوت انسيرت ات هيد، حط له 10 كنترول سي، هاي 10 هاي 20 هاي القيمة ايه 30 بالشكل ده. وبنعمل عملية ران للفايل اللي موجود عندي، ما فيش عندي أي ايرور. الآن بدنا نعمل عملية طباعة، وأنا بقول ايه برنت ليست ايتمز أو ليست داتا. كيف بنطبع الداتا؟ أول شيء نكتب print all، print all إيش هتعمل؟ ما حترجع لأي حاجة، وهي عبارة عن public. إيش هتسوي هذا print all؟ أول شيء بدي أعرف حاجة بسموها مؤشر، يأشر غير الهيد. يعني لو أنا استخدمت الهيد، يعني قلت تشيس اطبع بالشكل هذا، ديروا بالكم النقطة هذه، الهيد دوت داتا حيطبع أول عنصر، نجرب الكلام هذا وهيك حتضيع القائمة دي ال ال برنت اول، نجرب طبع لمين؟ ال 30. طب والتانيين؟ بقول لك في واحد تاني ممكن ايش؟ نحركه. طب نجرب برنت كنترول سي هيد دوت نيكست دوت داتا، اها كمان مرة هيد دوت نيكست دوت نيكست دوت داتا، يعني هيك حركت المؤشر للثلاث ملفات هيك طبع لي اياها. طيب لو انا قلت لك اطبع في الاخر dll.link، طبعا هنا ممكن احنا نطبع جوا هنا لينك 3 هيك تمام طبع لي. انا بدل ما استخدم هذا وتضيع القائمه ما اقدرش ارجع فيها، قلت لو انا حطيت هنا اطبع لي كمان هيد دوت نيكست صار الهيد دوت داتا، ما فيش عندي اي بيانات فيه، فاهم كيف؟ فانا ضاع المؤشر. فعاده احنا بنستخدم متغير اسمه تيم دوت تيم او نسميه كرنت، وبنبدا وايل الكرنت نوت ايكوال نال، طول ما الكرنت بس اول مره بسوي نال بيجن، هذا كله نحتاجوش، بنحتاج نحط بالشكل هذا كرنت دوت داتا بالشكل هذا، وفي الاخر ايش بقول له؟ كرنت بمشي كرنت بيساوي current dot next، تمام؟ while current not equal ايش الكرنت هنا؟ ما فيش بيأشرش على اي شيء، طبع لي كلام فاضي يعني، فاهم كيف؟ فأنا المفروض أقول له الكرنت بيساوي مين؟ يلا شاطرين بيساوي الهيد اللي عندي، هيك تم يطبع في مين؟ في ال 30
ليش؟ لأنه هذه كان المفروض تكون جوا اللوب بالشكل هذا. وفي الآخر أنا ممكن أحط له جملة طباعة أقول له end of إيه؟ كنترول سي، طلع كيف ممكن أطبعها وأقول هنا إيه؟ زائد وأحطها بالشكل هذا وأحط له هنا إيه؟ null، لأنه آخر حاجة كانت بأشر على null. إذا طبع لي إيه؟ 30 20 10 null. طبعا احنا ممكن نحط بدل برنت برنت لين برنت، فبطلع بالشكل هذا كأنك انت عامل سلسلة معينة. شايف 30 بعدها بيجي 20 لأنه انت بتضيف على الهيد، 10 بعدها ايش بيجي؟ نل. تمام بالشكل هذا. الآن قمنا بعملية الإضافة في الهيد. ماذا لو أردنا أن نضيف في التيل، يعني في الإن؟ فبنكتب دالة insert أو insert هنا at last insert last. إيش بدها تاخذ هذه؟ integer data اللي أنت موجودة عندك، مش حترجع شيء. void هي public void، نبدا لها begin void. اول شيء بنعرف النود اللي عندنا، نود new نود بيساوي new نود. الداتا بتاعتنا بنفحص اسكان هي فارغه از امتي. والله اسكان عندي از امتي، فعادي بضيف في اللاست بدي ابدا من عند الهيد، فبقول له الهيد اللي عندي ايش بيساوي؟ النيو نود عكس اللاست. إلس إذا كان ما كانتش فارغة ابدأ، نوضح هذا هنا هيك أوضح. التيل اللي عندي دوت نيكست وين حيأشر؟ على نيو نود. ونيو نود عكس الأولاني، دوت بدل كانت دوت نيكست بصير دوت بريفيوس بتساوي التيل. بعد ما نخلص هان بنخلي التيل يأشر على النيو نود، فبقول له التيل له آخر إشي نيو نود، واللينث اللي موجود عندي حزوده واحد. لقيت انا لو بدي اضيف بالتيل بدي اضيف يعني ورا العشره، نضيفهم مره ثانيه دي ال ال دوت انسيرت ات لاست، نحط ايش؟ واحد اثنين ثلاثه. اثنين هي هذه ثلاثة بشكل هذا. طبعا نوقف هذا الكود ونشغل، حيطبع لي المفروض في عملية الطباعة يطبع لي واحد اثنين ثلاثة، بدل ما ثلاثة كان في الأول يطبع ثلاثة 30 20 10 في عملية إضافة في الهيد، فحيضيف في التيل يضيف بشكل عادي. تيل يساوي نيو نود
منه دوت بريفيوس بيساوي تيل، تيل دوت نيكست بيساوي نيو نود هيد. شوف هنا بيطلع لي ايش، نعمل تريسنج للكود. ادت شوف بس نجرب ونشوف وين 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 بقى في الكود. ادت الواحد تمام، عند الاثنين بوقف. نود is empty head سوي نود ضعف هنا. طب لو نجرب نضيف الواحد ونوقف نتابع الكود مع بعض. من linked list 87 تيل ومش شايف التيل هو. نرجع نجرب كمان مرة، في عندي ايرور هنا، تيل مش نفسها هذه، فاحنا بنحاول نغيرها تصير تيل كلهم نفس السبيلينج، يعني كان عندي سبيلينج ايرور. هيك زبط معانا، نرجع نضيفهم كمان مرة، نطبع البيانات بتاعتنا. طبع لي واحد اثنين ثلاثة، لو بدنا نضيف dll.insert at head ضفت الصفر، مفروض الصفر ينضاف وين؟ في الأول في الهيد، شايف؟ الصفر قبل الواحد، تمام؟ هيك احنا اخذنا الاضافه في الهيد واخذنا الاضافه في التيل. هذا وبالله التوفيق، وان شاء الله المحاضرات الجايه بنكمل اللي هو عمليه ايش الحذف.